السلطة الوطنية المستقلة السلطة لتنظيم الانتخابات وليست سلطة رضعية تقوم بإرسال لا إدارات ولا إعدالات. احنا نقوم بدور تهدئة وضبط النفس ونطلب من الجميع أنه يعود إلى احترام ميثاق أخلاقيات الانتخابية اللي مضوها الناس كل. احنا لم نقوم بأي مثل هذه الإنذارات ولا وجهنا رسالة لواحد في هذا الاتجاه ولا إنذار ولا توبيخ ولا أي شيء.